سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، كما كتشوفوا اليوم غنحضر معكم تاكوس منزلي اللي كيجي زوين بزاف وكيجي اكثر من رائع. وهانتوما خليكم مع المكونات حتى الاخر. وهنا كما كتشوفوا بالنسبه للمكونات ديال التاكوس، كما شفتوا معايا عندي هنايا واحد شويه ديال الكفته، يعني على حساب الكميه اللي غادي ديروا، يعني على حساب الافراد العائله ديالكم وعلى حساب الحجم ديال التاكوس اللي بغيتوا ديروا، يعني كل واحد يدير الكميه اللي متوفره عنده. عندي هنايا واحد شويه ديال صدر ديال الدجاج كما كتشوفوا، يعني انا ما غاديش نقول لكم العبار ديال كل حاجه، يعني كل واحد يدير داكشي اللي متوفر عنده. وعندي هنا شويه ديال الفريت وشويه ديال فرماج حمر وفرماج ديال الساندويتش، وعندي هنا زلافه ديال المايونيز وليصوص باش غادي نديرو في التاكوس ديالي. بالنسبه لهذا الخبز هذا ديال التاكوس كما كتشوفوا، الصراحه ما شاركتوش معكم ولكن راني درتو غير في الدار. الصراحه كيجي زوين بزاف كما كتشوفوا، يعني كيجي رطيب. وها نتوما خليكم معايا حتى الاخر. هانتوما البنات كما كتشوفوا هنايا عندي واحد غندير المقيله ديالي تسخن كما شفتوا معايا، اللي درت فيها شويه ديال الزيت وغادي نلوح فيها هاد الدجاج ديالي اللي درت له اللي مشرمل، اللي درت له العطريه كما شفتوا. وهنا غادي نبدا نحرك. بالنسبه للعطريه اللي درت في هاد الدجاج، درت فيه شويه ديال السودانيه، شويه ديال التحميره، شويه ديال الربيع، وشويه ديال القزبر يابس، وشويه ديال الكمون، وخلطت كلشي. وبالنسبه للملحه اللي ملح الدجاج مزيان، يعني بلا ما يزيدها، واللي دايرو عادي يقدر يزيد شويه ديال الملحه. ودرت فيه شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الزعفران وخلطته وخليته ترقد واحد الخمسة ديال الدقائق. ودست باش نطيبو كما شفتوا معايا. هنا غادي نخليه حتى يطيب مزيان، عاد غادي ندوز باش ندير الكفته ديالي. هانتوما البنات كما كتشوفوا هذا الدجاج ديالي من بعد ما طاب، دابا غادي نحيدو وغادي نديرو شي تبصيل وغادي ندير الكفته حتى هي طيب بنفس الطريقه. وانتم البنات كما كتشوفوا في نفس المقله اللي قليت فيها الدجاج، غادي ندير فيها الكميه ديال الكفته ديالي كامله كما شفتوا. بالنسبه للكفته حتى هي درت فيها نفس العطريه ديال الدجاج، حتى هي درت فيها الكمون ديال الربيع ديال القزبر يابس، يعني جميع المكونات اللي درتهم في الدجاج اللي عاود درتهم في الكفته. وهنا غادي نشحرها مزيان، يعني حتى الطاجيه وتحل كامله، عاد هذيك الساعه نبدا نعمر الطاكوس ديالي. وانتم خليكم معايا حتى طيب وغادي نشارك معكم المراحل كامله. انتم البنات كما كتشوفوا من بعد ما طابت الكفته ديالي، هنا غادي نطفي عليها البوطه وغادي ندوز باش نبدا نعمر الطاكوس ديالي، وخليكم معايا حتى الاخر. هانتوما البنات كما كتشوفوا هنا من بعد ما طيبت المكونات ديالي كاملين كما شفتوا، هنا عندي الدجاج والكفته، هنا الطبسيل ديال الفريت اللي قليت حتى هي. الصراحه هاد الفريت كتجي زوينه بزاف. وهنايا عندي المايونيز كما كتشوفوا، هذا الفرماج ديال الساندويتش، عندي هنا شويه ديال الفرماج حمر كما كتشوفوا، وهنايا عندي الخبز ديال الساندويتش حتى هو كما شفتوا معايا. وهنا بالنسبه للصوص هما اللي غادي نحضر معكم دابا، هاد الصوص اللي غادي نديروها في تاكوس، وخليكم معايا حتى الاخر. بالنسبه للصوص اللي غادي ندير، الصلصه اللي غادي ندير للتاكوس كما كتشوفوا، غادي ندير المايونيز، يعني كل واحد يدير الكميه اللي غتكفاه ديال المايونيز. غادي ندير شويه ديال الحار، وهنا من بعد ما درت الصلصه الحاره غادي ندير الكيتشوب او ديال لا موطارد ماشي الكيتشوب. من بعد ما درت الموطارد غادي ندير الكيتشوب، هنا غادي نحرك الصلصه ديالي مزيان. يعني حتى نحصل عليها تكون مخلطه،
هكا البنات، هنا هي الصلصه ديالي موجوده كما كتشوفوا، وهنا غادي ندوز باش نبدا نعمر في التاكوس، وخليكم معايا حتى الاخير. انتم البنات دابا غادي نبدا نعمر التاكوس ديالي كما كتشوفوا. غندير هاد الصلصه هي الاولى، غنحاول نوزع عليه كامل هاد البلاصه هذه اللي كتجمع. غادي ندير الدجاج، غادي ندير الفخيط، غادي ندير الفرماج ديال الساندويتش، وغادي ندير شويه ديال الفرماج حمر، وصافي كما شفتوا هنا غادي نحاول نجمع التاكوس ديالي. غادي نحاول نجمع هاد الجناب بحال هكا، غادي نجمعوه بحال هكايا. كما شفتوا دابا غادي نكمل الطاكوس ديالي كامل كما كتشوفوا، عاد غادي ندوز باش نبريسيه. هانتوما البنات عاوتاني غنشارك معكم ديال الكفته كما كتشوفوا. هنا غادي ندير الصلصه الاولى، وغادي ندير الكفته، وغادي ندير الفريت، وغادي ندير الفرماج ديال الساندويتش. غندير الفرماج بحال هكا، وغندير شويه ديال الفرماج حمر في هاد الجوانب هادو اللي تيكونوا حتى نشوفوا. غادي ندير شويه ديال الصلصه، وغادي نبدا نجمع الطاكوس ديالي. ومن هنا غادي ندير له بحال هكا، وهنا كندير له بحال هكا، كندخل هاد الجوانب وكنسد الطاكوس ديالي بحال هكا، وكنعاود نفس الشيء للجهه الثانيه، كندير الجوانب بحال هكا، وكنجمع الطاكوس ديالي على هذا الشكل هذا، وكنقلبو حتى نبغيو نبريسيو عاد باش كما شفتوا معايا ها هو الطاكوس كيجي مقاد. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما شاركت معكم طاكوس ديال الدجاج وعاودت واحد ديال الكفته، دابا هنا بغيت نشارك معكم واحد ميكس عاد باش ندوز نكمل الكميه ديالي كامله ونرجع معكم. كما كتشوفوا هنايا درت الصلصه ديال هي الاولى، ومن بعد درت الدجاج كما كتشوفوا،
وتاني حاجة غادي نديرها هي الفريت. غادي ندير الفريت عاد باش غادي ندير الكفتة فوق منها، وهانتوما خليكم مع المراحل حتى الاخر. وهنايا كما كتشوفوا من بعد ما كملت الكميه ديالي كامله ديال الطاكوس، دزت مباشره باش غادي نبريسيها كما كتشوفوا. هنا غادي نحطهم يتبريسا، وانتم خليكم معايا. هانتوما كما كتشوفوا معايا انا بديت كنبريسي الطاكوس ديالي. الصراحه واخا ما تبريساش ليا مزيان، ولكن ماشي مشكل، المهم هو المذاق اللي كيجي زوين بزاف. وهنايا انا غادي ندوز باش نكمل الكميه ديالي كامله ونرجع معكم. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما دسالي الطاكوس ديالي، الصراحه كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين بزاف، واحد المذاق لا يقاوم، كيجي احسن من ديال المحلات الكبرى. كنتمنى انكم تجربوه، ما غاديش تندموا، الصراحه كيجي زوين بزاف. وهنا كنوصلوا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا من لي لايك ديالكم، واللي مازال ما ابونيش معايا في القناه يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا ديما الجديد ديالي. وكنشكركم كاملين، وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي.